اهلا بكم في كايرو دار. هنبدا مع بعض ونكمل جزئيه محمد علي وتوطيد سياده محمد علي بعد ما تولى الحكم باراده الشعب المصري. تولى محمد علي عام 1805 بعد اجتماع زعماء الشعب في دار المحكمه وعزلهم لخورشيد وتوليه محمد علي. ولكن عندما تولى محمد علي ماذا حدث؟ اول حاجه بنعرفها ان عندما تولى محمد علي لم ترضخ انجلترا بوجود محمد علي في مصر. لم ترضخ، يعني لم ترضخ، يستحالها ترضي، مش راضية تماما انجلترا بوجود محمد علي حاكما على مصر. كانت تأمل في تعيين محمد الألفي لتؤمن مصالحها، تعيين اي والي تاني، لان هي مش بعيدة عن الاحداث في مصر، عارفة ان ما حدث في مصر من فتن واضطرابات وقتل بعض الولاة ده كان تدبير من محمد علي، فشايفة ان هو شخصية مش سهلة، شايفة انه شخصية قوية وده هيتعبها في المستقبل. لذلك انجلترا كانت بكل الطرق بتحاول تتخلص من محمد علي في مصر. تبدأ المحاولات للتخلص من محمد علي عندما ينتهز المماليك فرصة احتفال عيد وفاء النيل في مصر. عيد وفاء النيل كلنا بنعرفه من اللي هو عيد فرعوني. عيد وفاء النيل كان في شهر أغسطس عام 1805، في احتفالات في القلعة ومحمد علي مشغول بالاحتفال. المماليك موجودين في الجيزة، يستغلوا طبعا بقربهم من القلعة للهجوم على محمد علي والقضاء عليه. يبدأ المماليك في الهجوم على القلعة أثناء الحفل عشان يقضوا على محمد علي. ماذا يحدث؟ تتصدى لهم جنود القلعة أو جنود محمد علي وتهزم هؤلاء المماليك وتجعلهم يهربون ويفرون إلى مراكزهم ووقودهم في الفيوم أو أسيوط وإسنا. يعني حسب وجود المماليك فيوم وإسنا وأسيوط بدأوا يفروا لهذه الأماكن. دي أول محاولات للتخلص من محمد علي، ولكن محاولة فشلة. ننتقل لمحاولة ثانية وهي محاولة نقله خارج مصر. إيه محاولة نقله خارج مصر؟ إنجلترا عايزة تخلص من محمد علي، فبدأت تضغط على السلطان وتضغط عليه وتقول له ايه، اقلع محمد علي وعين الالفي، طب عين اي ولي عثماني اخر، طب رجع النظام زي ما كان، طب اعمل كذا، طب اعمل كذا. الضغط الشديد من انجلترا كقوة عظمى موجودة في ذلك الوقت على السلطان، بيبدأ السلطان بيهد الموقف. طبعا هو عارف الشعب عايز محمد علي، يصدر قرار بنقله وليس عزله، ينقله لولاية في اليونان اسمها ولاية سالونيك، ويبدأ اصدار القرار بمجيء سفينة عليها ولي جديد وهو موسى باشا. يعني موسى باشا هيتولى الحكم ده لمحمد علي، ومحمد علي يبدأ الرحيل إلى سالونيك. ماذا يحدث؟ يتظاهر محمد علي بالموافقة، مش هيقدر يقول السلطان لأ، ولكن من ناحية أخرى يستنجد بزعماء الشعب وخاصة عمر مكرم. عمر مكرم اللي يبدأ ينظم عبارة عن مقاومة من الشعب، وكان إيه بقى، مش هنقاوم بس المماليك، ده احنا هنقاوم أي حد حتى لو السلطان ذات نفسه، في المقابل إن محمد علي ده مش هيخرج بره مصر. فاضطر السلطان بعد هذه المقاومة من الشعب المصري بإيه؟ الرجوع مرة أخرى عن فكرة نقل محمد علي والموافقة على تثبيته في مصر، بس مقابل دفع 4000 كيس من النقود. يبقى إذن المحاولة فشلت. بتمسك الشعب بوجود محمد علي، يعني بنعرف كده إن الشعب اختار محمد علي متمسك بيه، وفوق رغبة مين؟ السلطان ذات نفسه، ومع ذلك السلطان بيستجيب لرغبة الشعب ويبقي محمد علي في المقابل دفع 4000 كيس من النقود. حاول المماليك في الأول فشلوا، حاول السلطان بضغط من انجلترا فشل، وبالتالي لم يبقى أمام انجلترا إلا أن ترسل حملة بنفسها للتخلص من محمد علي خالص، وهي حملة فريزر عام 1805. انجلترا ما يأستش من محاولات خلع محمد علي، بدأت تستغل الفرصة أن في تدهور في العلاقة بينها وبين السلطان، خاصة السلطان بدأ يرجع علاقات قوية جدا وبينحاز تماما لفرنسا، فنجد أن تحالفت انجلترا مع روسيا وبدأت تبعت هذه الحملة، طبعا كلها عشان تضرب السلطان في مصر. بعتت الحملة بقيادة فريزر، وكان الاتفاق ان فريزر هيأتي مصر في مارس عام 1807 بناء على تحالف بينه وبين الألفي. يعني الألفي هيشغل محمد علي ويحارب محمد علي، محمد علي ينشغل بمحاربة الألفي، فيدخل فريزر ويحتل مصر. بدأت الحملة، جاءت الحملة ودخلت اسكندرية، ومن اسكندرية بدأت مقاومة الشعب، لأن محمد علي مشغول فين؟ في محاربة المماليك في الصعيد. ومش بس كده، ده احنا بنعرف ان الاتفاق ده هيفشل، لأن الألفي هيموت قبل وصول الحملة، وفريزر لم يعرف بهذا الوفاة. طيب، إيه اللي يحصل؟ مقاومة شديدة من أهالي رشيد والحماد. المقاومة عندما دخل طبعا الفريزر من ناحية رشيد بقيادة عمر مكرم، عملوا طبعا مقاومة باسلة وهزموه هزيمة ساحقة وتراجع الإسكندرية. حاول فريزر يدخل مرة أخرى من مدينة الحماد، أهالي رشيد انضموا لأهالي الحماد وفعلوا نفس الكلام. مش بس كده، هزمناه وأسرنا عدد من جنوده.
محمد علي في ذلك الوقت بدأ يعقد صلحا مع المماليك أن يترك لهم حكم الصعيد في المقابل ما ينضموش لحملة الإنجليزية بتاعت فريزر، وفعلا رجع إلى الإسكندرية. رجع محمد علي إسكندرية بجيشه وحاصر إسكندرية. طلب فريزر الصلح. طلب الصلح مقابل إيه؟ تدوني الأسرى بتوع رشيد الحماد والجرحى وأنا همشي وأخرج من مصر. وفعلا ادينا له تممنا الصفقة وخرج خارج مصر في سبتمبر عام 1807. حملة بدأت في مارس يعني شهر 3 حد سبتمبر شهر 9 يعني 6 شهور الحملة في إيه الإنجليزية، حملة سريعة. وطبعا الشعب المصري طبعا بيبرز قوته هنا وبيوري طبعا مدى قوة الشعب المصري في التمسك بحاكم. وإن كان يعني احنا بنقول إن محمد علي إن كان في التاريخ بعد ذلك إن هو هيظلم الشعب المصري، ولكن كان خطأ من الشعب المصري، ولكن خطأ إن يختاروا محمد علي، ولكن خطأ ناجح لأن هو باني مصري إيه الحديثة. يبقى هنا اجماليا في اللي احنا قلناه ما اسباب فشل حمله فريزر. الاسباب هي قوم الشعبيه الباسله عمر مكرم في رشيد الحماد، موت الالفي قبل وصول الحمله، مصالحه محمد علي المماليك في الصعيد، عودته بجيشه ومحاصره الاسكندريه حتى طلب فريزر الصلح مقابل الافراج عن الاسرى وخرجنا. طيب بعد هذه المحاولات يبدا محمد علي بمحاوله الانفراد. هو هينفرد بالحكم ازاي وليه؟ محمد علي حكمه مطلق فردي وشايف ان مش هيعرف يحكم مصر طول ما الشعب حاطط له شرط الا تفعل امرا الا بمشورتنا، ما تصدرش قرار لما تقول لنا. مش بس كده، ده شايف كمان شخصيه عمر مكرم دي شخصيه قويه جدا. ده عمر مكرم هو اللي ولاني، ده هو اللي جاي قال لي لقد اخترناك ولي علينا. عمر مكرم هو اللي قاوم في رشيد والحماد فازداد حب عمر مكرم في قلوب الناس، وحس محمد علي ان عمر مكرم شخصيه اقوى منه وان له سلطه على الشعب المصري اقوى منه. فهنا من الناحية السياسية مش هينفع ان الحاكم يلاقي شخصية اكبر واقوى منه. ومن هنا محمد علي بدأ في التخطيط للتخلص من هذه الشخصية وشخصية عمر مكرم، وكده يبقى يخلص من الزعامة الشعبية. ولكن ماذا فعل محمد علي عشان يخلص من عمر مكرم؟ عمر مكرم شخصية مش لوحده كفرد، في زعامة شعبية، يبقى لابد من اضعاف هذه الزعامة الشعبية، يضعفها في قلوب الناس وفي نفوس الناس. طب ازاي هيفعل محمد علي؟ ده اللي هنشوفه عندما يقوم بالاتي. عوامل القضاء على الزعامه الشعبيه. استغل محمد علي انقسام القيادات الشعبيه حول شخصيه عمر مكرم ودوره بين الناس ومكانته، من درجه ان بعض الزعماء بداوا يدسونا على عمر مكرم عند محمد علي، كلموا عليه وجيبوا اخباره، وبدا محمد علي يحاول ونجح ان يعمل جبهه من الزعماء ضد عمر مكرم. فيها حقد فيها كراهيه، المهم انه عمل جبهه. وبدأ هنا في منافسات تحدث، كما منافسة حدثت بين الشيخ عبد الله الشرقاوي وبين الشيخ محمد الأمير، كانت في مصارعات بينهم حول وزارة الأوقاف. طيب محمد علي استغل ده كله ليخلص من عمر مكرم. ماذا حدث؟ حصل انخفاض في منسوب النيل أغسطس عام 1808. عندما حصل انخفاض منسوب النيل بدأت طبعا الانتاج الزراعي يقل، الأسعار ترتفع، محمد علي فرض ضرائب. هل محمد علي من حقه فرض ضرائب؟ احنا قلنا الا تصدر امرا الا بمشورتنا، ولكنه فرض ضرائب. فاحتج الناس وذهبوا للعلماء. العلماء بدورهم ذهبوا لمحمد علي. محمد علي ماذا فعل بالعلماء عندما اتوا له؟ نهرهم. نهرهم ووبخهم وكلمهم بعنف وحذرهم بالتحدث في موضوع الضرائب، وحذرهم وفكرهم ان هو مديهم اراضي واعفاهم من دفع الضرائب. يعني عمل فيهم ايه؟ زي ما بنقول كده حطهم في موقف محرج مع الناس، او حطهم في مأزق مع الناس. هو بيفرض ضرر على الناس وانتوا كعلماء انتوا ما بتدفعوش، انا مديكم اراضي وعافيتكم من الضرائب، وبالتالي اعفائكم من الضرائب ثم لم الضرائب من الشعب بيضع العلماء في موقف او في مأزق مع الناس. هنا خلاص اسكت هؤلاء الزعماء، ثم يتجه مباشره لعمر مكرم بالضرائب الاتيه. طلب من عمر مكرم الموافقه على الضرائب الاتيه، وهي اولا فرض ضريبة الميري على الأراضي الموقوفة وأراضي الملتزمين والتي كانت مفهوم الضرائب. الاستيلاء على الأطيان، الأراضي يعني، التي لم يثبت أصحابها ملكيتها. إلزام الملتزمين بدفع نصف الفائض من الالتزام، نصف الصافي من أراضي الأطيان. يعني الالتزام اللي أنتوا هتجمعوه من الناس أنا هاخد نصه. والأراضي الوسية اللي معاك واللي أنتوا بتزرعوها والربح بتاعها هاخد نص الربح بتاعها. يعني هاخد منين؟ من الملتزمين مرتين. كمان فرض ضريبة تمغة على المنسوجات والأواني والمصنوعات. عمر مكرم رفض هذه الضرائب. لما عمر مكرم رفض محمد علي ما سكتش. ماذا فعل محمد علي على طول؟ أصدر قرار بعقية
عزله من منصبه من نقابه الاشراف وعين مكانه الشيخ السادات اللي كان اداه طيعه في ايد محمد علي، ونفى عمر مكرم الى دمياط عام 1809، وكده يبقى تخلص من الزعامه الشعبيه باخر نفي من محمد علي، ولكن بنفي محمد علي لمين؟ لعمر مكرم. ولكن بنفي عمر مكرم وبالتخلص من الزعامه الشعبيه، هل محمد علي انفرد بالحكم؟ طبعا لا، لان ما زالت هناك قوى تسيطر على الصعيد، قوى عامله صداع في دماغ محمد علي. محمد علي مش هيعرف يحكم نفس مصر ولا يقدر يحط اصلاحات في مصر طول ما القوى دي موجوده في مصر، وهي قوه مين؟ المماليك. يبقى لازم التخلص من المماليك، ودي كانت المرحله الاخيره من الانفراد بالحكم. وهو محمد علي شايف ان صعوبه التخلص من المماليك هو وجودهم في الصعيد، يعني الموضوع يصعب، مش المماليك اقوياء انا مش عارف اخلص منهم، لا، القصه كلها ان هم موجودين في الصعيد. وجودهم في الصعيد ده عامل مشكله، احنا كلنا عارفين ايام الحمله الفرنسيه نابليون ما قدرش يقضي عليهم هم في الصعيد، حرب المناوشات، ولكن محمد علي بذكائه هيقدر يقضي عليهم. طب ازاي؟ بدا يغري هؤلاء المماليك بالاقامه في القاهره وتولي المناصب الكبرى. محمد علي طبعا بيفعل ذلك ليخرج المماليك من يخرجهم منين؟ من الصعيد، وتولي المناصب في القاهره حتى يكونوا تحت بصره، تحت عينيه. طيب، وفعلا محمد علي بدا يتبع اسلوب في اللين مع هؤلاء، والمعامله كويسه والحلوه، لدرجه المماليك الى حد ما بداوا يطمنوا شويه بشويه وبداوا يخرجوا وتولوا كثير منهم المناصب وبقوا تحت عين محمد علي. محمد علي بيخطط هقضي عليهم ازاي؟ وتاتيه الفرصه. في عام 1811 السلطان العثماني يطلب منه طلب، ابعت لي جيش من عندك يقضي لي على الثوره المهديه او الثوره الوهابيه اللي في الحجاز. محمد بن عبد الوهاب ده في منطقه الحجاز عامل ثوره وهابيه، عايز ينفصل بالحجاز ويعمل دوله ليه بعيد عن السلطان. السلطان بيقول لمحمد علي بعت لي جيش اخمد لي هذه الحركه بتاعت محمد ابن عبد الوهاب. محمد علي لقاها فرصه ويفكر، لو انا خرجت الجيش ممكن المماليك يستغلوا الفرصه ان انا بدون جيش وينقضوا عليا وياخدوا مني السلطه. اذا قبل خروج الجيش للقضاء على الحركه الوهابيه لابد من التخلص من مين؟ من هؤلاء المماليك. وبالفعل محمد علي يبدا التخطيط في مارس عام 1811، يدعو ان هناك حفله كبيره في القلعه، حفله بمناسبه ايه؟ خروج ابنه توسن، ابن محمد علي توسن هو اللي هيقود الجيش، فبمناسبه خروج ابنه توسن الى الجيش وتوديع الجيش للحجاز احنا عاملين حفله في القلعه، وعزم فيها زعماء المماليك. واثناء الحفل اغلقت الابواب وانهال عليهم رميا برصاص وجنوده، وبذلك تخلص محمد علي من قوه كانت زي ما بنقول كده صداع في دماغ محمد علي، ومش هيعرف يصلح البلد ولا ينفرد بدونه، وتخلص منها طبعا بالغدر طبعا والخيانه. من ده يعني لما يجي سؤال وجي كتير يقول لي ما رايك في مذبحه القلعه؟ ايه رايك في مذبحه القلعه؟ هل شايفين ان ده يعني يليق بالحاكم ان يعمل ذلك؟ طبعا احنا لو كنا مع محمد علي في التخلص من المماليك، وبنقول فعلا لازم نتخلص من هؤلاء الفئه التي نقول يعني عملت حاجات كتير جدا مش كويسه في الشعب المصري، فرض الضرائب ومعامله المصريين بقسوه وبشده واهانه، ولكن احنا بنختلف مع محمد علي، نختلف معه في طريقه التخلص منها. طبعا طريقه وحشيه، طريقه غدر وخيانه، مش كل واحد اكون انا متضايق منه هجيبه في بيتي واقضي عليه، يعني القلعه دي بيت محمد علي، عزم هؤلاء المماليك وادعهم الامان، وفي الاخر بيغدر بيهم وبيقوم بالتخلص منهم طبعا في مذبحه بشعه عرفت في التاريخ باسم مذبحه القلعه. كده وضحنا تماما ماذا فعل محمد علي بتوليه الحكم، ثم الوقوف ضد اي محاولات للتخلص منه، ثم بنعرف ازاي انفرد بالحكم بالتخلص من الزعامه الشعبيه، ثم التخلص من مين؟ من المماليك. كده الواضح محمد علي قدر ينفرد بالحكم، بقى هو حكم مطلق فردي، هيبدا بعد ذلك يخطط لبناء مصر الحديثه، بناء اقتصادي، بناء سياسي، بناء اجتماعي، بناء عسكري وتعليمي في كل مراحل الحياه، وده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه، تابعوني في الجزء اللي جاي.